إذاعة إيت راديو. سؤال اليوم. السلام، مرحبا بكم معنا على إذاعة إيت راديو. شنو هو البرودوي الواو اللي نقدر نبيعه ونربح فيه مزيان في الانترنت وكيفاش نلقاه؟ اللي غيجاوبنا على هذا السؤال هو ابراهيم ماركتينغ فاتن، اكسبير في الاي كوميرس والديجيتال ماركتينغ. اول حاجه خص يكون فيه الواو فاكتور، يعني فاش كتشوفو كتقول واو، غتقول لي ايزي سيد دان دان، يعني سهله باش نقولوها ولكن صعيب باش نطبقوها. طبيعه الحال ماشي سهل باش تلقى واحد الوينر برودكت اللي فيه داك الواو فاكتور، ولكن فاش غادي تشوف انت شي برودوي وغتقول واو هاد ليدي مزيانه، خص يمكن لي نبيعها الناس وبزاف الناس ما فكروش من قبل فيها، فهذاك هو الواو فاكتور. خص داك البرودوي ما يكونش ديسپونبل عند مول الحانوت، لان الا كان علاش الناس غادي يشريوه من عندك؟ خص هذاك البرودوي يكون انوفاتيف، يعني عنده شي حاجه جديده اللي كيقدمها للناس. خص يكون تشيب برايس but not cheap looking، يعني انه يمكن يكون رخيص في الثمن ديالو ولكن في الشوفه ديالو ما خصوش يكون رخيص. انا بالنسبه ليا البرودكت خص يكون ما بين 1 دولار 5 دولار، هذا هو لو ماكسيموم باش انت كتبيعو ب 15 ولا 20 دولار. علاش؟ باش يبقى لك المارجن مزيانه، وباش حتى الا وقع لك شي مشكل وردوه لك الناس ما يكونش واحد البرودكت كوست اللي عندك طالع ويمكن يهرسك في الكارير ديالك في دروب شيبين. حاجه واحده اخرى مهمه بزاف هي خص يكون ايزي تو اكسبلين، يعني بالنسبه ليا ماشي غير بفيديو ولكن بفوتو يمكن لك تفسر هذاك البرودوي ديالك. مثلا الا كنتي كتبيع واحد الكريم ضد لي بوين نوار، ساهل باش دير لها التصويره وتبين للناس بان هذاك الكريم ضد البوين نوار. هاد المساله كتخليك انك دير بزاف ديال لي اد كوبي، بزاف ديال الاشهارات باش كيمكن لك تبيع البرودوي ديالك وكيمكن لك تاخذ الوينر برودكت ولكن الوينر ادفرتايزمنت. خص هاد البرودوي يكون تريندين اب، يعني انه طالع في المطالب ديال الناس كيقلبوا عليه. الا كانت شي حاجه برودوي مزيان واو كلشي ولكن طلب عليه غادي وكيقل، يعني تريندين هابط، فهذا ما كيتعتبرش وينر برودكت. كيفاش يمكن لك تلقاها؟ فاسيل، كتمشي لجوجل تريندين، كتمشي لجوجل كيوردز، كتقلب على هذوك لي كيوردز وكتشوف واش الناس كيطلبوها دو بلوز اون بلوس ولا لا. كتقلب عليه في فيسبوك، في بينتريست، كتشوف لي هاشتاغز في انستغرام وكتشوف واش الناس كيطلبوه، واش المطالب غاديه، وكتطلع كتهضر مع لي فورنيسور ديالك وكتسولهم واش طلب عليه طالع على هذاك الوينر برودكت. خاص يكون الوينر برودكت يكون عنده واحد الوايد اودينس، ما يكونش الاودينس ديالو صغيره. يعني مثلا الا بغيتي تبيع واحد الصباط ديال الناس اللي كيشطحوا الصلصه، صعيب بان تبيعو لكلشي ولا لبزاف ديال الناس، لان الاودينس ديالو صغيره. خصك تكون الاودينس شويه كبيره. مثلا بغيتي تبيع الكمامات غتبيعها للناس، يمكن لك دير واحد النيش صغيره ديال لي مامون، ديال بيوتي، ديال لي باتس، ديال السبورت، ديال بزاف ديال لي نيش، ولكن كتكون الاودينس ديالهم كبيره، يعني المتلقيين، يعني لي كليون بوتونسييل كيكونوا كبار باش دير الاد ديالك. على الاقل غدير لها 5 المليون ولا 10 المليون. خص هذاك البرودوي اذ هاز تو بي لايت، خص يكون خفيف. علاش؟ باش يمكن لك دير له ترانسبورتيشن ايزي، يعني انك تصيفطو للناس بواحد الطريقه سهله، وكيمكن لك تلقى بزاف ديال الشركات اللي يمكن لهم يرسلوهم. كان معنا ابراهيم ماركتينغ فاتن، اكسبير في الاي كوميرس والديجيتال ماركتينغ، على اذاعه ايت راديو. سؤال اليوم على اذاعه ايت راديو.